المغالطة هي خطأ في التفكير يقوم المنطقيين برصدها بطرق رسمية وأخرى غير رسمية، وهناك أكثر من 200 مغالطة غير رسمية عدها علماء المنطق عبر العصور. الجدليات المعطوبة أو المغالطات الغير رسمية يجب أن تكون غير مقنعة، لكنها في الواقع تبدو جذابة ومقنعة للمتلقي بسبب عوامل نفسية، ثقافية أو لغوية في بعض الأحيان. المغالطات الرسمية عادة ما تقع بسبب خطأ في المحتوى، الصياغة أو الهيكل المنطقي، على العكس من المغالطات الرسمية التي تقع فقط بسبب خطأ في الهيكل المنطقي. كما أشرنا في الحلقة السابقة، هناك خلاف كبير داخل رواقات علم المنطق حول التصنيف الأمثل للمغالطات، تسمية المغالطات، أهمية بعض المغالطات مقارنة بالأخرى، ويختلف الباحثون حول وضع تعريف مصطلح المغالطة نفسه ونظرية موحدة للتعرف على المغالطات، وما هي الشروط الكافية والضرورية في نظرية موحدة للمغالطات. مشاريع بحثية كبيرة قد تفرد لها علاقات كاملة من كلام فلسفة، ومادة خصبة للمدرسين والمتخصصين للبحث والتناول. على أي حال، أرسطو كان أول من قدم تقسيم للمغالطات بشكل موثق في عمله المهم دحض السفسطائيات On Sophistical Refutations، الذي رصد فيه 13 نوع من المغالطات، وبدأ فرع جديد داخل علم المنطق الذي نما في العصور الوسطى وأصبح محل دراسة رسمية في الغرب بعد الخروج من عصور الظلام. وترجع أهمية تصنيف المغالطات وتسميتها إلى الفكرة البديهية حول فاعلية طرق الاتصال البشري. إن اتفق البشر حول اسم صورة أو قالب متكرر من الأخطاء في المنطق، تكون الطريقة فعالة جدا في النقاش واصطياد الأخطاء المنطقية بهدف الوصول للحقيقة. لكن ليست هذه هي الفكرة الوحيدة حول اعتناق تسمية وتصنيف للمغالطات، لكن أيضا جادل البعض إن دراسة تسمية وتصنيف المغالطات يساعد أيضا في تجنب الأفراد الوقوع في فخ استخدام تلك المغالطات عند صياغة الحجج والجدليات. عالم اللغويات والعالم النفسي الكندي المعاصر ستيفن بينكر طرح الفكرة ببلاغة في كتابه البديع أشياء الفكر، اللغة كنافذة لطبيعة الإنسان، The Stuff of Thought: Language as a Window into Human Nature، اللي نشره سنة 2005، وأنصحك بقراءته في أقرب فرصة. وقال: إذا كانت اللغة توفر تسمية لمفهوم معقد، فقد يسهل ذلك التفكير في المفهوم، لأن العقل يمكن التعامل معها كحزمة واحدة عند التعامل مع مجموعة من الأفكار، بدلا من الاضطرار إلى الاحتفاظ بكل مكونات هذا المفهوم بشكل منفصل. يمكن أيضا أن يمنح المفهوم تسمية إضافية في الذاكرة طويلة المدى، مما يجعله قابلا للقراءة بسهولة أكبر من المفاهيم غير الفعالة، أو تلك التي تحتوي على أوصاف لفظية أكثر تقاطعا. على أي حال، التعرف على المغالطات المنطقية، تسميتها وتصنيفها، هو أحد اللبنات الأساسية لعملية التفكير النقدي critical thinking، التي تمكن المرء من الاقتراب بأقصى درجة ممكنة من جوهر وحقيقة الواقع. والتفكير النقدي في أفضل صور معرفتنا الإنسانية الحالية ليس عملية جينية أو بيولوجية، أو على الأقل لا توجد لدينا معرفة مؤكدة حول هذا الأمر بعد، بل هو مهارة تكتسب بالممارسة والتطبيق المستمر. وفي غياب التفكير النقدي، يصبح الفرد مجرد رقم يضاف إلى الجموع تتناقله موجات الأفكار، يستجيب لها بشكل أعمى دون تحليل أو تدقيق. بناء عقلية نقدية علمية عملية ليست بالسهلة، ولا يوجد لها كتالوج محدد يمكن اتباعه، لكنها عملية من المحاولات المتكررة من النجاح والفشل، في جوهرها الممارسة والتطبيق، البحث والتعلم الدائم، الانفصال عن الذات والابتعاد عن التحيزات، الرغبات والمعتقدات الشخصية عند تحليل الآراء، الشك الصحي، واعتناق أدوات مستقرة للبحث عن الحقيقة، نقد الافتراضات، تحليل الحجج والجدليات، ودائما وأبدا تحصيل العلم واكتساب المعرفة الصحيحة هي جوهر التفكير النقدي والعلمي السليم، أو كما أجمل المنطقي الرياضي والفيلسوف الإنجليزي برتراند راسل في كتابه الرائع حول رحلة تحوله الفلسفي الذي نشره سنة 1959 بعنوان تطوري الفلسفي My Philosophical Development، وقال: المنطق والرياضيات هما أبجدية كتاب الطبيعة وليس الكتاب نفسه. Logic and mathematics are the alphabet of the book of nature, not the book itself. ودلوقتي فكر في الحوارات اللي بتشترك فيها يوميا. هل تتسم عادة بالمنطق والعقلانية؟ ولا تنتشر بين طياتها المغالطات المنطقية؟ هل هناك قيمة لدراسة المغالطات المنطقية وتصنيفاتها؟ وهل الخلاف القائم بين المنطقيين حول تصنيف المغالطات حائل ضد استخدامها؟ وهل التفكير النقدي هو فعلا طوق النجاة الوحيد للوصول للحقيقة؟ فكر تاني.